في البداية بحب أتوجه بالشكر للدكتور أسامة عرفة على دعوته الكريمة، واستعير كلمة الدكتورة سونيا الشرقاوي إن دمياط وبورسعيد دايما إخوات وولاد عم، وإحنا بيسعدنا إن نكون معاهم دايما أيما باستمرار. يسعدني إن أنا أقدم الأستاذ الدكتور نزيه رمضان ليكتشر اوف فرنسيك ميديسن اند كلينيكال توكسيكولوجي، محاضره كلنا بنواجهها بعنوان هاو تو ابروتش تو بويزن تشايلد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بتوجه بالشكر للدكتور اسامه عرفه على هذه الدعوه في المؤتمر الجميل ده. في الحقيقه انا ليا اربع اهداف من المحاضره ديت، لو وصلنا لثلاثه منهم يبقى كويس جدا. اول حاجه انه يعني ان انا اقدر اعرف ايه هي حالات التوكسيكولوجي، اقدر احددها. ممكن ناس كتير بتكلمني من زمايلنا في بوريش وفي الكلام ده على حاله هو سسبكتنج توكسيكولوجي ولا ازاي اوصل لها، ده رقم واحد. رقم اتنين هصلح بعض الميستيكس اللي هي ممكن عند بعض من زمايلنا. رقم ثلاثة ان انا اقدر اساعد حاله التوكسيكولوجي في الاول قبل ما تروح السنتر. رقم اربعة وده يعني صعب جدا بس انا اي هوب ان انا اقدر امانج بعض حالات التوكسيكولوجي عندي في المستشفى من غير ما احولها، واحنا اوريدي في حالات بنحولها على بوريش فورا ونقول لهم البروتوكول اعملوا كذا كذا. طيب الاجنده بتاعتنا هنقول ايه هي النون توكسيك سبستانس، ازاي اعمل دايجنوزس لحاله التوكسيكولوجي، وازاي ايه هو الجنرال مانجمنت لحاله التوكسيكولوجي، وبعد كده هنقول سام كومن بويزن اعتقد مش هنلحق نخلصهم عشان الوقت. ايه هي النون توكسيك سبستانسز؟ ودي مهمه جدا. ليه؟ لان ممكن حاله انا احولها وهي اصلا نون توكسيك. ممكن في حاله جات لنا من بني سويف اعتقد مسافه كبيره وهي حاجه نون توكسيك. في الحالات اللي هقول الحاجات اللي هقولها دي نون توكسيك بركز على ان هو نوت فيري لارج دوز. يعني لو حد كلمني على حاجه من الحاجات اللي جايه دي وفيري لارج دوز بقول له خليه اندر اوبزرفيشن. اول حاجه البيبي برودكتس اللي هو الكوزموتكس، حاجات البيبي كلها الجونسون والكلام ده، لو بيبي شرب منها مفيش مشكله او طفل شرب منها، الانك بتاع البن، البودي كونديشنر، كل البودي كونديشنر مفيش منها مشكله، الكالاماين لوشن، الكاندلز، الطباشير، الكلي، الكورتيكوسترويد، وان سنجل اكيوت دوز، يعني سنجل دوز مش بتكلم على كرونيك. لو حد خد اوفر دوز من كورتيكوسترويد سنجل دوز مفيش مشكله، السيليكا جيل، الديودرانتس، معظم حالات الحاجات الميك اب ما فيهاش مشكله الا لو هو حاجه كبيره، يعني حد طفل خد حته كبيره من حاجه ليبستيك او كده ممكن تعمله باستراكشن، انما هي نون توكسيك. الاورال كونتراسبتيف فيلز ودي حاجات بتجيلنا كتير جدا والطفل قلقانين جدا، فيري سيف. يعني حد كلمني واخد ثلاث شرايط خليه اندر اوبزرفيشن، لو في ميل ممكن يجي لها فاجينال بليدنج، ممكن يحصل انلارجمنت في البريست، يعني انما مفيش اي مشكله بيجي لنا بنديله اكتيفيت شاركول، ولو كلمني في التليفون بقول له ما تروحش كده ولا كده خليك مكاني. البنسل ده مش ليد، ده يعني ما هواش توكسيك. الفازلين، الشامبوهات النون ميديكيتد، السكرين، انا معلش بس بسرعه عشان الوقت، الترمومتر والميركوري اللي هو الان اورجانيك اللي موجود في جهاز الضغط او في الترمومتر ده بورلي ابزوربد من الجي اي تي، يعني لو انا طفل كسر وبلع الميركوري ده بورلي ابزوربد مش هيعمل توكسيستي، يعمل توكسيستي لو انهيلد بس. تمام، هخاف بس من الجلاس فلازم احوله لحد سيرجري. التوث بيست، الحاجات اللي ما فيهاش فلورايد سواء غرغره او توث بيست فيش منها مشكله. الزنك اوكسايد، الانتيبيوتكس معظمها سيف، يعني لو طفل خد ازازه اوجمنتين نو بروبلم مفيش اي مشكله خالص. معظم الفيتامينز ما عدا الايرن فيري دينجرس. فيتامين دي لغايه دلوقتي مش عارفين ايه هي الدوز اللارج اللي ممكن تعمل توكسيستي، لو حد خد لارج دوز اوف فيتامين دي بقول له خليك اندر اوبزرفيشن للساينز اوف هايبر كالسيميا، بيدخل حمام كتير، اعمل كالسيوم بعد 12 ساعه وتابع. مش هقدر اقول لك ايه هي التوكسيك دوز، خد ازازه في دروب كامله مش عارفين رقم خليه محطوط اندر اوبزرفيشن علشان الهايبر كالسيمي. السيليكا جيل اللي في الصوره ده اللي على الشمال ده السيليكا جيل. السيليكا جيل دي بيجي برضه الاب والام معاهم السيليكا جيل يقول ان هو خد نفسالين، دي مش نفسالين ده سيليكا جيل، ده ملوش اي اودر. تمام، ملوش اي اودر وبيبقى كلرليس وده فيري سيف الا لو كميه كبيره تعمل اوبستراكشن. اللي على اليمين ده النفسالين، ده اللي احنا بنبقى حاطينه جوه الهدوم، مش موجود جوه الجزمه ولا الكلام ده، احنا حاطينه جوه الهدوم في البيت، ريحته وحشه جدا، ده بيعمل هيموليسيز، ولو واحد يعني لو طفل جي 6 بي دي بيبقى مور برون للهيموليسيز. ده ايه بقى؟ ليه؟ لا مش بيلي، هي الصوره بتاع الغسيل. ده لاوندري بودز.
كل حاجات الغسيل تقريبا سيف. يعني واحد طفل شرب شويه مش عارف زهره واريال وطايد وبرسيل ومش عارف ايه، كل الكلام ده تقريبا سيف، مجرد ممكن بس اديله حاجه ايه ميوكو جيل ولا حاجه وخلاص. ده بقى لاوندري بود اللي هو الكبسول ده، بعد ما طلع في 2012 طايد عملته في 2012 في USA. في 2014 او 15 جاء ثلاث حالات سادن ديس، طفل 10 شهور وطفل تقريبا سنتين بلعها سادن ديس، جاي ارست المستشفى. بيقولوا انه ممكن يكون عشان كونسنتريتد، ممكن يكون عمل ابستراكشن، ممكن يكون عمل ايه مش عارفين، بس احنا نتيك كير من البودز دي. طيب ازاي ادياجنوز حاله بويزنينج في USA؟ على فكره ما عندهمش بويزن سنتر، عندهم كول سنتر بتتكلم المستشفى سواء مريض او دكتور. فقالوا ان 40% من الحالات اللي جات لهم دول نون توكسيك، من الحاجات اللي قلناها اللي فاتت دي كلها، 40% من كولز اللي جات للناس بتوع البويزن سنترز على 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 اليو اس اي كلها حوالي 40% كان نون توكسيك. طب انا هشخص ازاي؟ كوروزيف، هنقول كولوركس كوروزيف انا الكلور كوروزيف. تمام، بشخص ازاي؟ بشخص بالهيستوري والاكزامينيشن وبشخص بالانفستيجيشن. طيب بالهيستوري ازاي؟ عاده 90% بيجي الام معاه الحاجه اللي واخدها اقول لك ده خد من ده. تمام، ده عاده. ممكن بقى sudden drop of very healthy child كويس جدا وفجاه وقع، افكر في توكسيكولوجي. لو اثنين تشيلدرن كوما لازم توكسيكولوجي، ده رقم واحد. تمام، لانه مش معقول هيجي لهم الاثنين سي ان اس انفيكشن في نفس الوقت، يعني صعبه شويه. طيب بالاكزامينيشن في عندنا توكسيدرومز، في بعض السيمتومز لبعض الادويه زي السيمباسوميتكس، تلاقي تاكيكارديا وفيفر وهايبرتنشن والكلام ده. خد بالك اهم واحد في السيمباسوميتكس السايوفيلين، السايوفيلين مهم جدا جدا. في كيس شفتها كانت باي ايرور اوف دوز، منوفيلين لبوس وميكوفيلين ومش عارف ايه، والام عماله تدي، فجاي اللي بتيجي السايوفيلين دايما ترجيع باستمرار، ترجيع باستمرار. لما يكون الترجيع ريفراكتوري ممكن نسال على السايوفيلين ونعمل هاي بوتاسيوم، يطلع البوتاسيوم قليل. طيب انتي كولينرجيك زي الاتروبين، بيبقى زي السيمباسوميميتك بالظبط، بس ايه معاه الفلاش دي سكين، مش مفيش سويتنج. الاوبيتس اللي هو الترامادول والهيروين والحاجات دي كلها، بيجي بترياد سي ان اس ديبريشن كوما بين بوينت بيوبل ومعاه ريسبيراتوري ديبريشن. بعد كده عندنا الهيبنوتيك اخف شويه، بيجي يعني يجي العيان لو واخد مثلا بنزودايزيبين، بيجي الطفل بيبقى يعني في كوما بس بتبقى معاه ريسبيراتوري ديبريشن في الغالب. الكولينرجيك اللي هو الاورجانوفوسفيت اللي هو اللي المبيدات الحشريه، وفي ناس بتستخدمه للنمل ومش عارف ايه، وموجود في البيوت، بيجي بسكريشن في كل الجسم. تمام، ومعاه بين بوينت بيوبل، فمهم جدا ان انا اخد بالي من ده، لان ده الحق ادي له اتروبين، والاتروبين مفتوح، ادي اتروبين لغايه تشيست كلير. تمام، مسموح بهاي ليفلز اوف تاكيكارديا. البيروسول دي حاجه اسمها فيروس رويد، لا فيروسول اسمها فيروس رويدز. الفيروس رويدز دي بتعمل لوكال اريتيشن اونلي في الدوزز العاديه، يعني بتعمل شيست راينايتس، يكح مش عارف ايه الكلام ده. لو لارج دوز ممكن تعمل سينس ديبريشن برضو اندر اوبزرفيشن، فالفيروسول ده مش اورجانوفوسفيت. طيب دي مش طيب ايه الانفستيجيشن اللي انا اعملها لحاله توكسيكولوجي او حاله انا سسبكت توكسيكولوجي؟ اعمل لابوراتوري في الاول روتين، الروتين مهم جدا جدا، ممكن يوجهني للحاله. زي ما قلت مثلا في السايفيلين هايبوكاليميا مهم جدا، وهايبوكاليميا ممكن احيانا يبقى ريفراكتوري ويحتاج معاه مغنيسيوم. لو انا عندي ميتابوليك اسيدوزس اعمل الاناين جاب، لو انا عندي الاناين جاب عاليه افكر في السبعه دول، ميثانول اللي هم المات بيلز، ميثانول دايبيتيك كيتو اسيدوزس بارالدهايد، ايرون لاكتيك اسيدوزس، اسيلين جليكول اند سلسليت. يبقى هيبقى عندي سلسليت والايرون والبارالدهايد، يعني هم الكحولز والسلسليت والايرون نفكر فيه لو الانيون جاب عاليه. بعمل سكريننج، عندنا في حاجات بريليمينري بكارت كده يقول لي اس اور نو، وفي حاجات كونفيرماتوري اللي هو الليفلز. اعمل اس جي لو انا واخد ديجيتاليس مثلا، او راديولوجي وده مش مستخدم كتير، ممكن استخدمه في حالات زي الكوروزيف اشوف فيه بيرفوريشن ولا لا. تمام، ايه اللابس؟ عشان احيانا بلاقي حد من الزملاء بعت لي اعمل توكسيكولوجيك سكرين، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا افيلابل لابس، اول واحد كولين استريز ليفل. لو حضرتك شاكك في اورجانوفوسفيت، احنا مثلا لو اورجانوفوسفيت وطفل صغير اوريدي ببعته ابو الريش وابعت معاه البروتوكول. تمام، فهو لو هو عنده اقول له ابعت لي بس سيروم، اقول لك في ليفل الكولين استريز قليل يبقى ده اورجانوفوسفيت. او عندنا السكس ابيوز دراجز، بنعمل يس اور نو، ترامادول اوبييت باربيتوريت بنزو كانابيز انفيتامين، يس اور نو اقول له موجود ولا مش موجود. اول ليفل
الليفل موجود للحاجات دي بس اللي عندنا في القصر العيني وفي عين شمس، واعتقد هتلاقيها في اغلب الاماكن. غير كده مفيش حاجه تانية، يعني مش هقدر اعرف غير بالكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والهيستوري والكلام ده. طيب الجنرال مانجمنت، انا ازاي انا عرفت ده حاله توكسيكولوجي؟ اعمل ايه؟ اول حاجه سبورتيف زي اي كيس في الطب سبورتيف. بعد كده بعمل ديكونتامينيشن، اليمينيشن من البلاد اللي هو الداليسيس ده مش يعني هيبقى مش بتاع يعني ده حاجه مورس بسفايد انتيدوتس، وفي انتيدوتس معينه هي اللي موجوده في مصر. وفي الاخر لو انا فشلت في كل دول او عملت كل دول او ما فيش انتيدوت هاد سبورتيف تريتمنت، عشان كده انا بقول ان انا ممكن حاجه توكسيكولوجي انا اللي اعالجها، لو ما فيش انتيدوت بعمل جي اي تي وفي الاخر بدي سبورتيف تريتمنت انا ايه بعالج الحاله. طيب السبورتيف تريتمنت زي معروف اي بي سي، بس احنا عندنا بنزود حاجه النالوكزون. ايه هو النالوكزون؟ لو انا واحد جاي له في كوما وبين بوينت بيوبل وانا مش عارف ده ايه، وانا طالما سسبكتنج انه ممكن يكون حتى ولو احتمال ضعيف ممكن يكون ترامادول، او على فكره الترامادول فيري كومن، فيري كومن في الاطفال ان الطفل ياخد حبايه ترامادول ويجي الاقي بين بوينت بيوبل وريسبيراتي ريدبريشن والاقي الكوما، ادي نالوكزون حتى لو انا مش متاكد، حتى لو ما طلعش هو فيري سيف، وبنسميه كوما كوكتيل مع الصيامين والديكستروز. طبعا في بيد تيست هيطلع لي الجلوكوز فمش هدي، بس انا لو انا مش عارف ادي النالوكزون وبدي وبتايتريت الدوز حسب ايه الريسبونس. طيب الجاسترو انتستاينال دي كونتامينيشن بنعملها بست حاجات، المهم بالنسبه لنا ثلاثه، الامسز خليه يرجع، مش هخليه يرجع بس انا هقول على الترجيع يعني، الامسز والجاستريك لافاج والاكتيفيتد تشاركول. الثلاثه التانيين مش مهمين. الامسز الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قالت ان السيرب اوف ابيكاك، تقريبا كل الجايد لاينز كل التكست بوكس قالت محدش يدي، احنا كنا بنخليه يرجع بسيرب اوف ابيكاك محدش يدي، خلاص احنا ما بنخليش الطفل يرجع. طيب فخلاص هو نوت بريفيرد، يعني كل ما اعرف اي تكست بوك مش عايزين يقولوا اوبسليت، احنا ما بنخليش الطفل يرجع خالص، ما بنعملوش خالص الفوميتنج ده، بس هم يقولوا نوت بريفيرد. تمام ليه نوت بريفيرد؟ علشان ليه ميني كونترا انديكيشن، فلو انت هتخلي الطفل يرجع خد بالك من كونترا انديكيشن زي الكوما، كونفولجن، الهيدروكربون، هيدروكربون اللي هو الجاز والبنزين والكلام ده، كوروزيف بقى اللي هو كل ما هو مزيل، مزيل للدهون، مزيل للبقع، مزيل مش عارف ايه، البوتاس، الكلور، الفانيش، كل ده كوروزيف. الانفنت لو لسه احنا عندنا مثلا يعني خافوا يعملوا جاستريك لافاج او امسز في اقل من سنتين، او الكاردياك او الالدري في الكبار ليها من سايد افكتس. وكمان انا عندي حاجه اهم اللي هو الاكتيفيتد شاركول، انا اقعد اوجع دماغي ليه في ترجيع وانا عندي اكتيفيتد شاركول مهم. بس اللي كونترا انديكيتد الصالين والسولتد ووتر، ممنوع ان نعمل انديوس اندكشن للفوميتنج بصالين او سولتد ووتر كونترا انديكيتد. مره جات لنا حاله بس كان كبير، ست كبيره ومعاها جوزها بس اتنين كبار في السن، خدت بروفين شريط، بروفين شريط نون توكسيك، شربها حل بميه بملح عشان ترجع، جت في كوما من هايبرناتريمي. فطب لو انا يعني اخليه يرجع ولا ما اخليش؟ ما اخليش. طب لو انا في مكان بعيد، لو عايز تخليه يرجع ومفيش كونترا انديكيشن اعمل جاج ريفلكس، دي من عندنا يعني. ملح ما كونترا انديكيشن بقى، بس مينلي ممكن يكون نون توكسيك اصلا، ممكن يكون لو توكسيك دوز، يعني التوكسيك دوز بتاع البروفين من بتوصل احيانا ل 200 ملي جرام بير كي جي، ناس بتقول 100 ناس بتقول 200، يعني التوكسيك دوز عاليه جدا، يعني ممكن ياخد نص ازازه البروفين او الازازه كلها لو هو كبير وما حصلوش حاجه نون توكس لو هو كبير. احسب بقى بير كي جي. طيب الجاستريك لافاج بنعملها في اول 3 ساعات بس، عدى 3 ساعات خلاص، ما عدا بعض الحالات اللي بتبقى ديليد لست ساعات. تمام هنعملها في اول 3 ساعات بس، وكمان ليها نفس الكونترا انديكيشن، فعشان كده احنا ما بنحبش نعملها غير في الفيري دينجرس والفيري لارج دوزز. واحد اورجانوفوسفيت والطفل جاي معبي وعمال اصلا يرجع، يعني عمال يرجع ويطلع ادخل اعمل له غسيل معده، غير كده لا ما بنعملش، يعني كتير ما بنعملش جاستريك لافاج، بس لو انا ايرلي اعملها الجاستريك لافاج. اهم واحد بقى اللي هو الاكتيفيتي شارك، الفحم النشط ده مهم جدا جدا، بيعمل دي كونتامينيشن للبويز، بيأتزورب البويزن، مهم جدا جدا جدا. احنا بنأسيوم ان احنا عندنا الهاي سيرفايفل ريت في مركز السموم عشان الاكتيفيتي شارك او البركه بقى. هقول الاكتيفيتي شارك بيدي جرام لكل كيلو، ملوش غير تو كونترا انديكيشن بس، حاجتين، لا اما الجي اي تي نون انتكت او سي ان اس نون انتكت، في الحالتين دول بس اللي انا ايه بخاف دي، ده الاكتيفيتي شارك مع لغايه 24 ساعه. ده الاكتيفيتي شاركول موجود في محلات عند القصر العيني عندنا في القاهره، انا لسه هقول هقول دي. الاكتيفيتي شاركول موجود في باودر وموجود بره مصر في سيرب سوليوشن، دول الاثنين الابروفد من الاف دي اي، اما ده نون ابروفد.
القرص فيه 100 ملي جرام، يعني هدي 10 اقراص بير كي جي هيجي له انتستينال اوبستراكشن على طول. طب لو ما موجود ب 30 جنيه الجمهوريه والله. طيب احنا عندنا في عند القصر العيني في ناس بتبيعه. طيب كويس جدا. هو لو يعني كل حد ليه سلطه في مستشفى يقدر يوفره يا ريت. ما هو ربع كيلو ب 30 جنيه حاجه كده، فده احسن. طب لو انا في مكان بعيد ومش عارف اعمل ايه، ادي بقى كربون او في نوع تاني مش عارف اسمه الترا كربون، في 250 ملي جرام في القرص. يعني بنحاول يعني. ممكن. ما هو ده واخد الجات كلها. ما هو الجاستريك لافاج بنقول ليه اول 3 ساعات عشان الاستومك، انما ده واخد لغايه اخر الجات على الاقل. بص حضرتك يعني على الاقل احنا يعني ممكن يلحق اي حاجه. يعني بس في ادويه مش بتمتص للشاركل زي دول، اهمهم الاير. اهمهم الاير ان في الحقيقه واحنا لما بيجي لنا حاله اير اوفر دوز حقيقي بنبقى عايزين نعيط جنبها، يعني بتبقى يعني سيئه جدا. ونعمل ليفل عشان لو الليفل عدى ال 500 ده بتبقى حاله سيئه جدا جدا. نوت ادزوربت، ما بيعملش حاجه. ممكن كونشس. طبعا تمام. يعني طيب دول الانتيدوتس الموجودين عندنا. الاسيتامينوفين بندي له ان ستايل سيستين، مش هنلحق نتكلم عليه يعني، و 140 ملي جرام بير كي جي لودنج، وبعد كده 70 ملي جرام بير كي جي كل 4 ساعات. وده يعني لو عندي باراستامول توكسيك دوز 200 ملي جرام بير كي جي في الاطفال بس. لو انا لو التوكسيك دوز اعلى شويه، يعني لو انا تحت التوكسيك دوز شويه، اعمل ليفل برضه احتياطي. يعني الاف دي قالت فوق 90 اعمل ليفل، يعني واحد واخد فوق 90 ملي جرام بير كي جي اعمل ليفل بعد 4 ساعات. تمام. بدي الدوز لمده 72 ساعه. ايه تاني في الانتي كواجولانت فيتامين كي؟ في الومازينيل ده الانجزيت في البنزو، الجلوكاجون في البيتا بلوكرز. يعني مش هنلحق نخلصهم. اخر حاجه السيمتوماتيك تريتمنت، يعني ايه زي ما قلنا مثلا اتروبين لو انا سسبكتنج اورجانيك سويت ادي اتروبين وهكذا. النيومونيا لو عيان اصلا احنا ممكن، يعني احنا مشكلتنا لو عيان لو حاله ديتيريوريتد عندنا بتبقى مشكلتنا في الكومبليكيشن نيومونيا، وما عندناش مثلا قدره على ان احنا نعالجها كويس، او الفنتليتور فيه مشكله الى اخره. يعني فاضل كام؟ 3 دقايق. ماشي. طيب هنقول هنقول اكزامبلز كتير. هقول الكوروزيف بسرعه. الكوروزيف ده يعني اشهر حاجه بتيجي في الاطفال. دي امثله للكوروزيف اللي قلنا هو كل ما هو مزيل وكل ما هو مش عارف ايه، يعني الحاجات اللي موجوده في التنظيف ما عدا الاريال والبرسيل والحاجات دي. الفاكتورز طبعا هتختلف حسب الكميه وحسب الديوريشن اوف كونتاكت والكلام ده. كلينيكال بيكتشر مينلي اي حاجه هيحصل معها كونتاكت، يعني اي كونتاكت هيعمل مشكله في الاي، مشكله في السكن، مشكله في الجي اي تي، فوميتنج واديما وسلايفيشن والكلام ده، وهيعمل والريسبيراتوري سيستم. عشان كده بقول دايما ما تمشوش غير بعد 6 ساعات تعمل اكس راي وتطمن على الشيست. السكن والاي والسيستميك ده صعب قوي. عشان كده اقول لك ناس لسه حد زميلي مكلمني من وين اعمل جاستريك لافاج، قلت له ما ينفعش جاستريك لافاج، ما ينفعش في الكوروزيف وكده كده ملوش سيستميك. لو مايلد انا هعالجه تريتمنت، امشيه اديله يعني فولو اب واديله يعني ميوكوجيل واقول له ما تاكل تقعد 7 ايام ما تاكلش غير ما تاكلش حراق ولا حاجه حرشه ولا حاجه سخنه والكلام ده. لو مودريت لسيفير ابدا سبورتيف تريتمنت، اعمل انفستيجيشن اكس راي عشان اشوف لو في بيرفوريشن، والمهم جدا نعمل اندوسكو. احنا اتفقنا اللبن هنقوله. اللي اعمل اندوسكوبي عشان الجريدنج عشان اشوف همشي النيوتريشن ازاي. واحيانا بيحقنوا استرويد وبيحقنوا لسه دلوقتي يعني مايتومايسين. الجي اي تي دون كونتامينيشن كونترا انديكيتد، دي حاجه مهمه جدا. ممنوع اي حاجه ولا تشاركل ولا ترجيع ولا الاميسز ولا جاستريك فاج ولا اي حاجه من دي كونتامينيشن، لانه ملوش سيستميك. انا عايز ارجع عايز اطلعه ليه؟ هو ملوش سيستميك، انا هطلعه يعمل نفس الاكشن تاني. وطبعا ايه الديكونتامينيشن الاي والسكن، اقعد ربع ساعه على العين بصلاين، ربع ساعه بصلاين او تاب ووتر على العين. الانتيدوت طبعا لوكال هو الميلك، ممكن ندي استرويد، ندي انتي بايوتيك، بروتين بامب، نيوتريشن، الكلام ده. في عندنا حاجه اسمها اورجانيك كوروزيف، ده اللي فات ده كان ان اورجانيك. في عندنا حاجه اسمها اورجانيك. ايه هو الاورجانيك؟ الديتول والفينول اللي هو الفينيك
والديتول. دول بقى ليهم مايلد لوكال كوروزيف وليهم سيستميك افكت. لو حد كلمني وقال لي ابني شرب ديتول بقول له اولا احنا هنا عندنا مايلد لوكال ينفع نعمل جاستريك لافاج لو كميه كبيره لان انا ما عنديش مشكله هنا ينفع اعمل جاستريك لافاج بس خد بالك خليه اندر اوبزرفيشن على الثلاث حاجات سي ان اس ديبريشن سي في اس ديبريشن او الكيدني ويغير لون اليورين يبقى اخضر لو حاجه حصلت من دول فولو اب يبدا بقى ايه انا احسن لي اعالجه عند بتاع الاطفال لان انا مش ايه لا لا احنا في معظم التوكسيكولوجي من 24 48 ساعه خلاص بعد كده خلاص اتابع وعالجه عند دكتور الاطفال فاضل 2 سلايدز بالظبط زي ما قلت الترامادول مهم جدا على فكره دي ايه دي حشيش طبعا يعني مش هقول فيري كومن في الاطفال كومن ان الطفل ياكل 2 مينيت كل حشيشه بتاعت ابوه كومن ان الطفل ياكل حته حشيش بيجي بكوما معاه كل حاجه سليمه عاده الحشيش ما بيعملش ريسبيراتوري ديبريشن الا لو الدوز عاليه فيجي الطفل في كوما نعمل له كل الاكزامينشن كويسه الاي بي جي كويس تعمل سي تي كويس كل حاجه كويسه بس ففي الحاله ديت ايه هو سبورتيف تريتمنت فلويدز والكلام ده بيتحسن في الغالب بيتحسن السم الفران عندنا ثلاث انواع من سم الفران اول واحد اسمه زنك فوسفايد بسال الام لو ابنك خد سم فران نوعه ايه لو باودر زي التراب ده زنك فوسفايد بيعمل بس شوك ميتابوليك اسيدوز فسبورتيف ده هو لو بالشكل ده اسمه وارفرين بعمل له بي تي وبي سي بعد 6 ساعات او 12 ساعه ولو كده اعالج كوجلوباس عادي جدا او يبقى عامل حرش زي الفلفل الاسود ده كده اورجانوفوسفيت وطبعا اتكلمت عليه ندي اتروبين لغايه ما نحوله ده الريت زي ما قلنا هو بالغله لا ده انا كنت جايبها كده يعني في الطريق هو بالغله دي لوحدها دي بتعمل سيفير ميتابوليك اسيدوزس ايه دي المونيوم فوسفايد بتعمل سيفير كارديوجينيك شوك سيفير ميتابوليك اسيدوزس والعيان بيموت وهو صاحي تمام ده الريت قلنا ده بايرسيرويدز بنعمل مكتسم برمنجانيته او بايكارب كل ده ما بيفتش الا لو هو ما خدش كميه كبيره احيانا نرجع القرص فخلاص او لو فتح العلبه يعني بقول لحد لو هينتحر خلوا البتاع ده بره لو بقى بره مش في العلبه بتاعته هو اصلا بيحصل له مع الرطوبه بيطلع الفوسفين جاز فلو هو بره خلاص فلو مفتوح من العلبه من فتره ما بيعملش حاجه ده قلنا بايرسيرويدز ده مش اورجانو بعالجه سيمتوماتيك الا لو فيري فيري لارج دوز اخر حاجه ده برنامج كان معايا في اول لما كنت معيد كنت بكتب له البويزن يقول لي كل حاجه عنده ممكن برضو ايه يعني نحاول طبعا. نستعين بيه وشكرا جزيلا شكرا نتقدم بالشكر للدكتور نزيه على المحاضرة القيمة احنا بس عاوزين المحاضرة لان البرنامج الاخير ده رائع جدا يا دكتور بالاخص ان احنا عندنا في معظم محافظات مصر مفيش حاجة ليها علاقة بالسموم يعني في الاطراف بالذات العيال الصغيرين لما يلعبوا ولا حاجة ويحصل له مشكلة نروح ندور نبعته على الحتة ابعد ما يكون وهنا ممكن الواد يفقد حياته فعلا عشان كده عاوزين نقول للدكتور اسامة في توصيات المؤتمر ان شاء الله بالظبط ان احنا تمام اتفضل يا دكتور لا غير كده في توصيات المؤتمر دكتور سامي عاوزين نضيف الحته دي شكرا حضرتك ليه اليورين مش روتين اليورين مش روتين حضرتك روتين انفستيجيشن ما ذكرش فيه اليورين ليه اليورين مش روتين انا قلت اليورين عندنا بنعمل ست دراجز فلو حضرتك سسبقت واحد منهم بتقول لي اعمل لي واحد منهم احنا يعني اول حاجه بناخدها كمستشفيات قناه السويس اليورين ايوه هو عشان نعمل الست دراجز دول بس لو انا مش سسبكتنج لانه احيانا روتين هو الحشيش بقى كومن جدا مروانه كله بيطلع من ده الكبار انا بتكلم في الاطفال يعني الموضوع لو مثلا حالك كوما حاجه بتبعت تقول لي اعمل لي كذا او كذا شكرا دكتور نزيه